في 19 ديسمبر من العام 1972 سجل الألماني جيرد مولر هاتريك بشباك بارميك أولين هورست في الدور الأول من كأس ألمانيا، ثلاثية وصلت مولر للجول رقم 85 في السنة الميلادية، وهو رقم قياسي ظل صامد ومحدش قدر يحطمه غير بعد 40 سنة. لكن قبل الهاتريك ده بتسعة أيام تحديداً 10 ديسمبر 72 في هاتريك تاني تسجل في النص التاني من الكرة الأرضية من توقيع جودفري تشيتالو لاعب فريق كابوي واريورز في كأس الرابطة الزامبية، والهاتريك ده وصل بتشيتالو ل 107 جول في سنة 72. أيوه أنت بسمعتش غلط، 107 جول محدش سمع بيهم ودخلوا طي النسيان لسنين طويلة جداً. تشيتالو كان دايماً بيقول زامبيا ستصل يوماً لكأس العالم، أو على الأقل سنتوج ببطولة قارية، لكن علينا تقبل حقيقة أن تلك الأمور تستغرق أعماراً، مع ذلك إنها تستحق الانتظار. وتشيتالو حاول وقاد زامبيا لنهائي أمم إفريقيا 74 في مصر وخسر قدام زائير عشان يعتزل من غير ما يحقق الإنجاز. تشيتالو دلوقتي بقى مساعد مدرب في كابوي واريورز، نفس الفريق اللي شهد أمجاده. هيشهد واقعة غريبة جداً لما اقتحم تشيتالو مباراة اعتراضاً على الحكم ولكمه في وشه، وكأن الأقدار كانت بتحاول تنقذ حياة تشيتالو، خصوصاً لما تم إيقافه مدى الحياة. لكن لسوء حظ تشيتالو فالاتحاد الزامبي قبل الاستئناف وخفض العقوبة لسنتين بس مع إيقاف التنفيذ. في النص الثاني من الكرة الأرضية انفجر جيل جديد للكرة الزامبية، المنتخب الأولمبي الزامبي تلاعب بإيطاليا وسحقها برباعية بقيادة كادوتشا بواليا اللي سجل هاتريك، عشان يتولد جيل جديد للكرة الزامبية قادر على تحقيق أحلام تشيتالو اللي ما قدرش يعملها وهو لاعب. جيل رغم قوته لكنه لأربع سنين تحت قيادة المدرب سامويل نلوفو فشل في الفوز بأمم إفريقيا أو التأهل لكأس العالم، عشان يتحط نلوفو تحت النار وسط مطالبات قوية باستقالته، لحد ما جت القشة اللي قصمت ظهر البعير بالخسارة قدام مدغشقر في تصفيات كأس العالم، عشان الاتحاد الزامبي يقيله فوراً أو ينقص حياته في عبارة أخرى. عشر سنوات مرت منذ اللكمة الشهيرة لحكم اللقاء لما تشيتالو تولى تدريب منتخب زامبيا خلفاً لندروفو عشان ينافس في تصفيات مونديال 94. وقتها زامبيا كانت بتستعد للسفر إلى داكار لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم. زامبيا كانت بتمر بأزمة اقتصادية، وبالتالي المنتخب كان بيسافر بطيارة عسكرية لتوفير النفقات، لدرجة إن لعيبة زامبيا كانوا بيهزروا بيقولوا الطيارة دي هتقتلنا في يوم. تم تكليف العقيد فاستون مهون بقيادة طائرة منتخب زامبيا، والمشكلة إن مهون كان لسه عامل رحلة طويلة قادمة من جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندي. الطيارة المأساوية دخلت الخدمة سنة 75 ولم تستعمل مدة 4 شهور قبل رحلة منتخب زامبيا، وخلال فحصها اكتشف المهندسين فيها عيوب في المحرك، ورغم ذلك تقرر إقلاعها للمرة الأخيرة يوم 27 إبريل 93. الرحلة غاب عنها تشارلي موسوندا المحترف في أندرلخت بسبب إصابته في الركبة، بينما كالوتشا بواليا نجم المنتخب ولاعب آيندهوفن قرر سفره مباشرة إلى داكار لضيق الوقت. الطيارة اتحركت مع مخطط لهبوط في برازافيل وليبرافيل وأبيدجان، لكنها مش هتوصل أبيدجان أبداً. بعد التوقف الأول في الكونغو واجهت الطيارة مشاكل تقنية، لكنها كملت لحد العاصمة الجابونية ليبرافيل عشان تتزود بالوقود. وبعد الإقلاع من ليبرافيل على بعد 500 متر من الساحل فوق مياه المحيط الأطلسي اشتعلت النار في المحرك الشمال. الطيار فاستون مهون وبدل ما يدوس على زرار إطفاء المحرك الشمال طفى المحرك اليمين بالغلط عشان تسقط الطيارة
وتقتلع أرواح 18 من أفضل اللاعبين اللي أنجبتهم زامبيا، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد وإداري وصحفي وطبيب ومساعد مدرب ومدرب حراس وخمسة من طاقم الطيارة، ومعاهم جوتفري تشيتالو أعظم هداف في تاريخ زامبيا. الضحايا تم تكريمهم في جنازة شعبية بحضور الرئيس الزامبي، ودفنوا في نصب الأبطال على بعد أمتار قليلة من ملعب لوساكا. زامبيا كانت مكلومة، شعب كامل بيبكي، لكن الرائع في القصة دي إنها كانت في بدايتها. على غير المتوقع، قرار الاتحاد الزامبي كان عدم الانسحاب من تصفيات كأس العالم، وبدأ فوراً رحلة تعويض الجيل الذهبي. والمهمة كانت مؤلمة، لأن زامبيا قضت سنوات طويلة في تكوين جيل تشيبولو بولو الخارق قبل ما تفقده في لمح البصر. الاتحاد الزامبي طلب دعم نظيره الدنماركي عشان يتطوع رولد بولسون ابن 43 سنة لإعادة البناء، وفي ظرف 5 أسابيع بس لف بولسون أنحاء زامبيا واتفرج على الشباب بيلعبوا في الشوارع، وبعدين سافر باللاعبين في معسكر مغلق في الدنمارك. بولسون صرح بعد سنين: إعادة منتخب وطني في 6 أسابيع مهمة مستحيلة، لكن احنا خليناها ممكنة. زامبيا في ثوبها الجديد أمام المغرب بتصفيات كأس العالم، كالوشا بواليا بيتقدم زملائه. اختلفت وشوشهم وأسمائهم، لكنهم لابسين نفس القميص الأخضر. الملعب كان على آخره، ورئيس زامبيا حضر اللقاء، والمباراة كانت تاريخية، لأن عكس كل التوقعات زامبيا قلبت تأخرها وخرجت كسبانة 2-1 عشان تحول انكسارها إلى سعادة جنونية. بعد أقل من عام على الفاجعة اتحققت المعجزة، ووصلت زامبيا لنهائي كأس الأمم الإفريقية في تونس، بل تقدموا بعد 3 دقايق بس على الجيل التاريخي نيجيريا في تاني نهائي بتاريخ زامبيا بعد 20 سنة من النهائي الأول في القاهرة. نيجيريا بخبرتها أنهت الشوط الأول متقدمة، وفي الشوط الثاني شنت زامبيا هجمات مرعبة على مرمى بيتر روفاي، لكن لسبب غير معلوم الكورة رفضت الدخول، لأن أوان الانتصارات ما كانش لسه حل. مش غريب إن كالوشا بواليا بقى مدرب زامبيا، لكن الغريب إنه كان لسه بيلعب كورة في عمر 41. يومها زامبيا استضافت ليبيريا في تصفيات المونديال، واضطر بواليا إنه يقحم اللاعب البديل اللي بيثق فيه أكتر من غيره، بواليا نفسه كان بالكاد محتفظ بلياقته، لكنه ما فقدش سحره، وقدر في الوقت بدل الضايع يخطف 3 نقاط من ركلة حرة مباشرة بالتخصص. من لاعب إلى مدرب إلى لاعب ومدرب، أخيراً جت لحظة الوصول لهرم الكرة الزامبية. بواليا بقى رئيس الاتحاد وجاب معاه وعود ثورية بإحداث تغييرات كبيرة في الكرة الزامبية، وكان قراره الثوري الأول هو تعيين مدرب فرنسي شاب غير معروف اسمه هيرفي رينار، شاف عينه نفس شغف بولسون لقهر المستحيل. قرعة كأس الأمم الإفريقية في غينيا الاستوائية والجابون، المشاعر كانت مشدودة لأن زامبيا ممكن تلعب في الجابون لأول مرة من ساعة الحادثة، لكن القرعة كانت غريبة. وقعت زامبيا في ملاعب غينيا الاستوائية، وعشان يلعبوا في الجابون لازم يوصلوا للنهائي الثالث في تاريخهم. القرعة جابت إشارة تانية، أول مباراة قدام السنغال، وكأنها مباراة متأخرة 19 سنة عشان الجيل ده ينهي اللي بدأه الجيل السابق. وزامبيا ما اكتفتش بالفوز على السنغال، لكنها تصدرت مجموعتها وكملت المشوار ووصلت لنص النهائي. وفي مواجهة غانا أهدر أساموا جيان ضربة جزاء في بداية المواجهة عشان يعرف الزامبيين إن المرة دي الكرة عايزة تضحك لهم، خصوصاً لما سجل إيمانويل مايوكا جول الفوز قبل 12 دقيقة فقط من النهاية، هدف
خطف تذكرة السفر للجابون. بعد 18 سنة وتسع شهور وأسبوعين من الزيارة الأخيرة، منتخب زامبيا مرة تانية في مياه الأطلسي على شواطئ لبرافيل، المرة دي أحياء يرزقون. دخلوا طواعية شايلين الزهور عشان يلقوا التحية على أسلافهم. زيارة كانت أول حاجة عملتها البعثة الزامبية لما وصلت الجابون قبل مواجهة كوتيفوار في النهائي، زيارة قررها بواليا في السر لما القرعة اتعملت، وقطع وعد على نفسه إن ينزل بنفسه في مياه الأطلنطي اللي كانت هتبقى مصيره الأبدي لولا القدر اللي أنقذه. ضرب الجزاء لكوتيفوار في الدقيقة 70، أحلام زامبيا مهددة بالفناء، لكن إيه ده؟ الأسطورة دروجبا بيضيع، الكرة خرجت من الملعب تماماً، وكأنها سبب جديد عشان الزامبيين يؤمنوا بحظوظهم بعد اللي حصل في نص النهائي. لكن المهمة ما كانتش بالسهولة دي، مباراة عصيبة وطويلة وصلت لركلات الترجيح اللي بدورها حطمت أعصاب كل المشاهدين. الراحل شيخ إسماعيل تيوتي بدأ بنجاح لكوتيفوار، في المقابل فاكرين الشاب اللي سجل هدف الانتصار على جنوب إفريقيا في الإسكندرية سنة 2006؟ كاتونجو بقى القائد، وهو اللي تحمل مسؤولية تسديد أول ركلة ونجح فيها. الماراثون استمر لحد الكرة التاسعة لما قرر ستوفيرا سونزو يواجه خوفه ويشوط الضربة الحاسمة لزامبيا بعد ما فضل مستخبي في زمايله، لكنه شال على كتفه آمال أمة كاملة مكلومة من حادث 93 المأساوي، وأسكن الكرة الشباك وحقق حلم جوتفريد شيتالو بعد 40 سنة من تصريحه. لأن كان حقيقي الأمر يستغرق أعماراً، بل قد يقتلع حتى أرواحهم في الطريق. بعد 40 سنة إلا يوم واحد من هاتريك تشيتالو في مرمى كوبر بيلت، برشلونة واجه ريال بيتيس في الدوري الإسباني. الدقيقة 25 ميسي بيتبادل الكورة مع إنيستا وبيسجل جوله 86 في سنة 2012 عشان يحطم رقم مولر الخارق. وهنا استيقظت زامبيا أخيراً من سباتها العميق، وافتكروا 107 جول بتوع تشيتالو، وخرج الاتحاد الزامبي يطالب بالمجد لنجمه المنسي، وفجأة اسم تشيتالو بقى في كل صحف العالم. والجدال ما كانش ليه أهمية، فميسي ومولر لاعبين عظماء حققوا أرقام إعجازية كتير، لكن تشيتالو كان محتاج الرقم ده عشان الناس تفتكره وتديله حقه بعد سنين طويلة في طي النسيان. عشان يكون جول ميسي في بيتيس هو كلمة الختام في قصة زامبيا الرائعة اللي استمرت 40 سنة.